السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا بالتفصيل على اوتوديسك كونستراكشن كلاود. اوتوديسك كونستراكشن كلاود تقدر تربطه ببعض البرامج زي بلان جريد، بيلد كونكت، تريد تراب وهكذا. فمن ضمن الحاجات بدأت ان انا اربطه بيهم، فلقيت مثلا عندي هنا البيلدنج كونكت، فلقيتهم بيدينا حاجة جميلة جدا، بيتبورد تقدر تتابع العطاءات، تقدر تضيف هنا add bid invite وتقول له مثلا how many bid invite do you get per week مثلا. طيب what service do you receive bid invite from، ممكن بلان هاب، ممكن بيد نت وهكذا. تبدأ تشوف المصادر بتاعتك. next good news تقدر تنسخ بقى الرابط. هنا بقى هتلاقي لسه ما خدناش القرار، accepted submitted الحاجة اللي انت فزت بيها، ولو في حاجة archived فتقدر تتابع العطاءات الموجودة بالشكل دوت. تقدر تشوف الكالندر، هو بيقولك ان هو بعت لينك. تبدأ تشوف analytic، في تقارير، في setting، فدي برضو ليها ميزة كويسة جدا. ممكن بقى نقول له تريد تاب، فكرة كويسة ان انت بتربط الموقع بتاعك بموقع تانية بحيث ان انت تستفاد من المزايا بتاعتها. وانا لسه محتاج ان هو يتفعل وكذلك دوت. بعت له ان شاء الله نحاول يعني ناخد ديمو منهم بحيث ان احنا نجربه. وحتى الديس كونكشن كلاود احنا شغالين بديمو لايام معينه كده، تمام، مش فاكر شهر او كام يوم. فخلال الفتره دي ان شاء الله نحاول نشرح البرامج باذن الله.